مساء الفل وجمال، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ معايا شوكولاته من انتاج شركه جالاكسي اهي. عايزين نعرف مع بعض هنا هي معانا ولا علينا ولا مقاطعه يعني. هنعرف كل بقى منتجات شركه جالاكسي معانا ولا لا. اول حاجه هعملها ان انا هدخل اسم الشركه واعرف جنسيتها ايه وهل هي بتدعم الكيان ولا لا. وتاني حاجه هنعملها ان احنا هناخد الباركود اللي ورا ده وهندخله على ابلكيشن قضيتي ونعرف هو معانا ولا مقاطعه. فيلا بينا. اول حاجه عملتها ان انا دخلت عملت سيرش على اصل شركه جالاكسي او الجنسيه بتاعه الملك بتاعها، ولقيت ان هي بريطانيه. تمام، واحنا عارفين طبعا ان بريطانيا او المملكه المتحده او كده داعمه للكيان ومش معانا، لاي حاجه تبعها مش معانا. بس قلت برضو اكمل يعني تدوير كده وافهم اكتر عنها، وبرضو كملت هل بقى الشركة دي اصلا بتدعم الكيان ولا لا. فهل جالاكسي شوكولاتة تدعم الكيان؟ فلقيت ان هي بتدعمه قوي. ده في علاقة وثيقة ما بينهم يا جماعة، وان هي ضد قطاع غزة وسكان وحاجة زي الفل يعني. عارفة اللي هو حاجة اللي هو تلاتة بالعظيم، انتي لازم تكوني مقاطعة. فلا، هي مقاطعة وش يا جماعة، هي مقاطعة فظيعة يعني. فجالاكسي مقاطعة. الغريبة بقى ان انا ما قريتش اسمها خالص خالص في المقاطعات. يعني الغريبة ان هي مش منتشرة ان هي مقاطعة، ما اعرفش ليه يعني. هل مثلا مش معروفة؟ لا معروفة، ده معروفة ومنتشرة. طب هي مش منتشرة قوي ان هي مقاطعة ليه؟ انا ما اعرفش. الاغرب بقى، الاغرب ان انا لما دخلت حطيت الباركود بتاعها على ابلكيشن قضيتي طلعت ان هي مش مقاطعة. تمام، طلعت ان هي معانا. فانا قلت لهم، بعت لهم ايميل وقلت لهم يا جماعه ان انا عندي شك في الموضوع ده وفي حاجه غلط يعني، وان جلاكسي تبع شركه بريطانيه بتدعم الكيان، ف مالكمش دعوه بالابلكيشن، ممكن تبقى سقطت سهوا منهم يعني. طبعا انا محدش يعني محدش ما بيغلطش، بس هي مقاطعه يعني، هي مقاطعه. ولو انتوا عندكم تصحيح قولوا لي، بس هي مقاطعه، هي مقاطعه صرف يعني. كده شوكولاتة جالاكسي مش معانا يا جماعة، دي مقاطعة خلاص، نرجعها بقى للسوبر ماركت. اي جالاكسي مش معانا، كل منتجات جالاكسي مش معانا، مش معانا، مقاطعة. وهفكركم تاني ان انتوا لازم تجددوا النية في المقاطعة، ان ده جهاد، نوع من انواع الجهاد، جهاد بمالك وجهاد بوقتك وجهادك ان انت تتخلى عن حاجة بتحبها. يعني انا كنت بحب شوكولاتة جالاكسي وخلاص مش هاكلها تاني في حياتي، لا انا ولا اي حد من البيت، خلاص يعني جهاد بس. وكفاية ان هو حقن دماء اخواتنا الفلسطينيين يعني.